السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أعزائي الكرام، أقدم لكم حصة أوقات الصلاة لشهر ربيع الأول سنة 1444 هجرية بمدينة الدار البيضاء. يبتدئ بحول الله هذا الشهر، شهر ربيع الأول، يوم الأربعاء الموافق لي 28 من سبتمبر 2022، وستكون في صلاة الصبح على الساعة 5:55 وشروق الشمس على الساعة 7:19، وبالنسبة لصلاة الظهر ستكون على 1:26، بالنسبة لصلاة العصر على الساعة 4:45، صلاة المغرب على الساعة 7:24، وصلاة العشاء على الساعة 8:37. ستكون أول جمعة في هذا الشهر في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول من هذا الشهر الثالث الموافق ل 30 من شهر سبتمبر 2022، ستكون صلاة الصبح على الساعة أو صلاة الفجر على الساعة 5:56. صلاة الجمعة سوف تكون على الساعة 1:26، صلاة العصر 1:43، صلاة المغرب على الساعة 7:21، وصلاة العشاء على الساعة 8:34. هذه بالنسبة للأسبوع الأول، أي من الأربعاء الفاتح من شهر ربيع الأول إلى يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول. هذه هي الأوقات. بطبيعة الحال ستكون هناك 3 أيام أولى، ستصادف 3 أيام الأخيرة من شهر سبتمبر. الفاتح من شهر ربيع الأول يوم الأربعاء سيصادف 28 من سبتمبر، واليوم الثاني أي الخامس ثاني ربيع الأول سيصادف 29 من سبتمبر، ويوم الجمعة الثالث من ربيع الأول سوف يصادف 30 يوم 30 من شهر شتنبر. يوم 30 من شهر شتنبر، فيوم الأربعاء، عفوا إذا كنت قلت شهر أكتوبر، بل أقول يوم الأربعاء 28 من سبتمبر، ويوم الخميس 29 من سبتمبر، ويوم الجمعة 30 من سبتمبر. ستصادف اليوم الأول والثاني والثالث من شهر ربيع الأول، أي أنه يوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول سوف يصادف الفاتح من أكتوبر. إذن هذا بالنسبة للأسبوع الأول. الأسبوع الثاني وخصوصا الجمعة، يوم الجمعة الثانية ستكون في العاشر من شهر ربيع الأول المصادف للسابع من شهر أكتوبر، وستكون في صلاة الصبح على الساعة 6:00، صلاة الظهر أو بالأحرى صلاة الجمعة على الساعة 1:23، صلاة العصر على الساعة 4:37، وصلاة المغرب على الساعة 7:12، وصلاة العشاء على الساعة 8:25. وبإذن الله سوف يكون الأحد الثاني من هذا الشهر، أي ثاني أحد من هذا الشهر، يعني الأحد الثاني عشر من شهر ربيع الأول، سوف يصادف ذكرى عيد المولد النبوي، الأحد الثاني عشر ربيع الأول الموافق للتاسع من شهر أكتوبر، سوف يصادف ذكرى عيد المولد النبوي. فأهنئكم بمناسبة هذه الذكرى العظيمة ومولد خير البشرية. أتمنى لكم الصحة والعافية والرزق وكل ما تتمنوه، وكل خير وكل حسن، وأن يحصل كل منكم على ما يريده، وأن يتحقق له كل ما يريده بإذن الله تعالى الكريم الوهاب.
ففي هذا اليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو أي يوم عيد المولد النبوي، سوف تكون إن شاء الله صلاة الصبح أو صلاة الفجر على الساعة 6:33، وسيكون أذان صلاة الظهر على الساعة 1:23، وصلاة العصر على الساعة 4:35، وصلاة المغرب على الساعة 7:09، وصلاة العشاء على الساعة 8:22. بالنسبة للجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول، ستصادف يوم 17 من ربيع الأول، موافق للرابع عشر من شهر أكتوبر. هذه هي المواقيت الصلاة، وتكون إن شاء الله فيها صلاة أو صلاة الجمعة على الساعة 1:22. بالنسبة للجمعة الأخيرة من شهر ربيع الأول، ستكون في 24 ربيع الأول، مصادفة ل 21 أكتوبر، سوف تكون في صلاة الجمعة على الساعة 1:20. إذن هذه هي أوقات الصلاة بالنسبة لشهر ربيع الأول عام 1444 هجرية حسب توقيت مدينة الدار البيضاء. شكرا لكم على مشاهدتكم وعلى متابعتكم، وإلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله، والسلام عليكم.